وفي الاخر الخير هيعم على الكل. طب وجاد بتاعنا لي؟ اه ده سيبهولي، انا هظبطهولك واظبط هنادي. يعني انت بجد عايز تتغير؟ هيتغير يا طنط وهيبقى بيز. اخرس انت. ماشي، على فكره يا طنط شخصيتك قويه جدا. هتغير وهكون انسان جديد. وايه؟ انا قلت اخرس انت. ماشي، بس يا طنط شخصيتك قويه جدا. يعني هتسمع كلامي في كل حاجه؟ كل حاجه. اي حاجه اقولها؟ اي حاجه. طب يلا بينا نجري. نجري؟ جري ايه؟ انا مش بتاع جري. يلا. ماما قالت لازم نجري. يبقى لازم نجري. ما قلت لك اخلص. هتيجي تعيش معايا؟ زي الفل. انا بقفل الباب الساعة 10. ده انا بنزل 11. هتصحى الساعة 7 الصبح. ده انا بنام 8. ليه يا طنط؟ هو انت هتشغلي لم الزبالة؟ اخرس انت. ماشي. تفطر وتيجي على النادي، تجري ساعة، تعوم ساعة، تلعب سكواش ساعة، تخش ساونا ساعة. هو انا هخش الاولمبياد ان شاء الله يا ماما؟ وتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفهم. سيبيلي 8 والنبي. هتقطع علاقتك بكل البنات اللي تعرفهم. حاضر هقطع، بس صافي هموت هموت. وصاحبك ده اللي اسمه جو، يا اما يتغير يا اما. الله، هو راح فين؟ الظاهر والله اعلم ان جاله هبوط اضطراري. هموت هموت. احنا محتاجين العرايه المنكزه. هي طنط مبادئ لسه بتجري؟ مبادئ يا عبد الصمد. على فكره امك دي شخصيتها قويه قوي. معاك حشيش؟ في الشراب. ده زمان وعفن. شيرين. هاي يا دكتوره سوسن. ازيك يا حبيبتي؟ انا كويسه. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. سليم ابني. وانا جو صاحبه. اخرس. على فكره شيرين طنط دي شخصيتها قويه قوي. شيرين تلمستي وانا سعيده ان انا بدرس لها. ده انا اللي سعيد اني هتعرف عليكي. مالك حبيبي؟ مش عارف. عن اذن حضرتك هروح اخد شاور عشان لسه مخلصه تمرين. اتفضلي. جود لك. جامده قوي. نعم. انت ازيكي يا ماما؟ عامله ايه؟ شيرين دي غير كل البنات اللي انت عرفتهم. انا ماشي عشان عندي مواعيد. عايز حاجه؟ متشكر يا ماما، خدي بالك انت من نفسك. حاضر يا حبيبي. ايه يا استعبط. لا ده انا قلت اشوفك لو عايزه حاجه كده ولا كده. تصدق انك قليل ادب. انا ده انا سافر. في ايه؟ انا بقيت ملطشه ولا ايه؟ ايه اللي انت عملته مع شيرين ده؟ انا ما عملتش حاجه. يظهر ان كنت غلطانه لما صدقت انك هتتصلح بجد. للاسف طلعت نسخه كوبي من ابوك. يا ماما ده سوء تفاهم عادي. يلا لم هدومك وروح عالم ابوك الموبوء. انت بتطرديني يا ماما عشان خاطر واحده شاب؟ اوعى اوعى تنطق كلمه عنها. شيرين دي لازمتها برقبة مليون شاب زيك. على الأقل في يوم من الأيام هتبقى أم محترمة تربي أجيال. لكن اللي زيك أنت آخرته إيه؟ كفاية بقى يا ماما الأوهام اللي أنت عايشة فيها دي. ما تنزلي أي ديسكو تشوفي البنات عاملين إزاي. الفساد بقى على كل لون يا دكتورة. ما هو الفاسد بيدور على الفاسد اللي زيه، والمنحرف اللي زيك بيبقى زي الكلب بيدور على كلبة يرمي بلاويه عليها. الحشيش ده شكله جامد قوي. عيب عليك يا تايجر، ده انا جايبه من فوق سور مجرى العيون نفسه. ما انا حاسس ان انا حقق برضه. طب امسك يا سليم. سليم انا ابوك. الله حلو الحطوف ده قوي. ركبوني معاك. تعالى تعالى يا عم. اجري 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 واتي يا وصلي وصلي يا وصلي ده حبيب الروح. الله يا ايوه.
ولع، خد ولع لسه طفيعة. يا مرتي يا مرتي ازاي عليك حبيبك النبي؟ انقذني من العار والفضيحة. ايه ده ماله؟ العفريت راكب هنادي هنادي مرتي. يا مرتي مش عارف اعمل ايه، قاعد الرب مش عارف يعمل ايه يا مرتي دي. انا هعمل لك اي اي ما تسترجل شوية. ايه اللي عايز اي اي مسترجل؟ ده صوته، ده صوت هنادي. هنادي؟ انت بتعمل ايه هنا يا بنت الصرف؟ بتعمل ايه ورا الكنبة؟ الظاهر ان ميسي ابتدى يلعب تاني، شكله بيلعب في النهائي وهترسي على ضربات جزاء. ما تظبط يا هنادي، فضحتني. اشوف فيك يوم يا ميسي، الهي يا رب اشوفك عريان بلبوص والقلب زي لك بالطوب وتتفضح فضيحة القطط في السوق. ماشي يا ميسي، الهي يا رب الاقيك بتلعب في مركز شباب بني. ميسي هل تسمعني؟ ميسي بس يا عم الحاج، ده الناس غنتها السبت والحد وانا غبت ما وردتش على حد. يعني كانك انت يا ميسي ماليش غير هنادي الغلباني. طب اطلع للاخر ماشي، والله العظيم لو عفريت من ظهر عفريت تظهر لي. اظهر لي يا ميسي يا ابني مو ميسي. اي اي وميت لو اللي التاني. اي يا ابويا ده بيضرب تحت الحزام يا مرشدي، انا فوقي. اي لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. مش نافع، انا اجيب له خابور ولا ايه؟ خابور ايه بس يا تايجر؟ مسهل يا فرعون. اصحى يا دي يا ابن النيل. فشلت برضو. لو سالتك انت مصري تقول لي ايه؟ قول لي مصري، ابن مصري وابن مصر الله عليه. قولها باعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري وابويا مصري بقمري ولوني مصري وكل مصر الله عليه الله عليه. شفت يا جد ميسي واللي عمله فيك؟ ما انا عشان كده ما اقدرش اقول له لا، ده قادر ومتسلط. لا وايه؟ ميسي ده حريف حريف حريف، وعلى قلبه فلوس قد كده. والعمل يا برشدي شو علي؟ طمني يا حبيبي، بعون الله انا هطلع ميسي ده من على كتتك. هتطلعه ازاي يا رشدي؟ بايه؟ باي طريقه يا اخي، ان شاء الله حتى ابوس دماغه. وان ما طلعش يا رشدي بايه؟ في الحاله دي بقى احطر ابوسه من بوق. ابوسك انا بوقك يا رشدي بايه؟ هتطلع العفريت ازاي؟ هعمل لها زار حيش. Get boom boom boom, gotta get boom boom boom, gotta get boom boom boom, that boom boom boom. إن الخلي دي كلها راكبها عفريت يا مرشدي. مال إيه؟ هو ميسي ده شوية وريش ميسي لوحده. لا ده ميسي ورونالدو وسيد معوض. يوه يعني ده ظهر بجد يا مرشدي؟ مال هزار؟ أيوة ظهر بجد. يا شتاش انت عليك يا مصر وعلى عفريتك. تعالوا وراها أنا جاي أهو. ده بقى يا سيدي جو الكوديا بتاع الزهر. الله هاي أنكل. جاهز يا جو؟ جاهز طبعا. هاي جاهز. ازيك يا جو؟ عامل ايه؟ بقولك الكرة دي بتاعت ميسي. ميسي؟ ايوه ايوه انت هتغرود احلام الرضيب. الا مستر مروش بقى. الله اصبر بس اسمع، الكرة دي معمول عليها عمل اسود ومرشوش عليها شوية جوز الهند وسمسم. عمل السفر ده مروش دي؟ ما يعني حلوي. الكرة دي عامل بيها ايه؟ دي هتنطقها على راسك 10 مرات. 10 مرات يا مروش دي؟ مش اقل من كده. ميسي هيشوفها هيغير، هيروح خارج من جسم هنادي وراشق في جسمك انت. بخت يا برشدي بخت عشان اخد بطولات. لا بالمسايسه اقول لك سيب لي ميسي وماله وسيب لي هنادي. لا وانا يا برشدي ما الزمكش في حاجه. لا انت هتربخني وماله. بس انا مش فاهم حاجه يا برشدي. طب يلا ابتدي. يلا استني بقى لما اجهز. اجهز ما تقلع البنطلون. اصبر يا برشدي. الله يا برشدي مفيش ضفوف ولا حاجة. هشغلوا مزيكا اجنبي، هطلعوا مثل مزيكا اجنبي. هو ده الاحتراف يا جاد. اقول لك غير له مزيكا يا جو حبيبي. يا عم هو ده الكلام يا برشدي. اطلع بقى يا ميسي، يلا يا ميسي، اطلع يا ميسي.
بس هيضحك بقى 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 مبروك يا جاد. طول ما ركبتها برشدي. لا هنادي ماتت. سليم. سليم. نعم. انت بتعمل ايه هنا؟ ده انا جاي اشوفك واسلم عليك. جاي برضه تشوفني ولا جاي تشوف شيرين؟ لا جاي اشوف شيرين. هي فين؟ اذا كنت فعلا معجب بيها وناوي تتغير روح كلمها بنفسك وحاول تقنعها بيك. هي فين؟ في النادي. يلا. انت عبيط يلا. كده؟ طب أنا بقى حواريكم. أنت شيرين؟ نعم. أنا بودي. لو سمحت. أصحابي قالوا لي إنك صعبة، قلت لهم مش على بودي. إيه وعلى؟ طب أصحابك ما قالولكش إن اللي عكس الأمورة القطر بيدوسه. مؤدبة وهتتعبنا. آه. كده يا قطر. هو اخويا وانت لسه شفت حاجه من القطر؟ انا هبهدلك. تعالى يا ورا. تعالى قول انا مش راجل. بس انت انا مش راجل. علي صوتك يا انا مش راجل اخر حاجه. لف بقى كده. شيرين. شيرين. نعم. في حاجه؟ انا اسف. ممكن نقعد نتكلم شويه مع بعض؟ ما تخافيش مش هاكلك. أنا ما بخافش. يبقى نشرب حاجة. أنا موافقة على كل اللي أنت بتقوله ومؤمنة بالصداقة لأبعد حد، بس الأصحاب لازم يكونوا شبه بعض وأنا وإنت مختلفين في كل حاجة. شوفي يا شيرين، إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، والود جاي جاي، وإنت أكيد عارفة إن البحر بيجوع، وطول ما أنت زمار وأنا طبال هتجمعنا الموالي. إنت إيه رأيك بقى في الكلام ده؟ انا مش فاهمه اي حاجه. ولا انا. شيرين انا معجب بيكي. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ازاي ارتبط بحد ما اعرفش عنه اي حاجه؟ ايه اللي انت عايزه تعرفيه عني قوي كده؟ يعني مثلا تحب تسمع مين من المطربين؟ بسمع مين يعني؟ هو ده السؤال اللي هيحدد لك قوي يعني؟ بعرور. مين؟ ايه في ايمان بعرور؟ هو بعرور وحش؟ اصلي بحب عبد الحليم. عبد الحليم مين؟ عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ ده حنين للماضي بقى. ضحكة تاني نفس الضحكة وراحت ماشية زي الدنيا ما تيجي في ثانية وتمشي في ثانية. في حاجة حبيبي؟ ما تركز معايا شويه. حاضر حاضر يا سيدي. نعم خير. اها شيرين طلعت بتحب عبد الحليم وعايشه في زمن الرومانسيه وجو غريب قوي. طب وبعدين؟ انت مش لما قابلت ماما كان حبكوا كده شبه زمانكوا؟ اه. طب ما تحكي لي كان ايه الجو؟ ها احكي لي يا رشدي. وهلا احكي يا سليم عين. الله احكي لك. امك دي كانت حته لحمه تتاكل نيه، كانت مزه كنت انام واقوم وانا بحلم بيها. كنت ابص الاقيها نايمه على الوساده الخاليه اللي جنبي. قعدت احب فيها 3 سنين من غير ما اقول لها، ولما قررت اقول لها راحت لدعاني بالقلم. اتجوزتها. ولما انت بتحبها قوي كده خنتها ليه يا رشدي؟ علشان طفس. تلاقيه عمره ما شافك لابسه له قميص نوم شبتشي ولا حاجه فقال يشوفه بره. بس يا ولد انا برضو فكرت في كده وقلت برضو جايز لان عمري ما شافني انثى كده، بس هو كان لازم يلفت نظري لده او يطلبه مني. اطلب ايه يا ابني؟ انا كنت بخاف من رد فعلها. تصدق يا سليم كنت انا اكلمها عن الحب ترد عليا بعلم الاجتماع والفلسفه. امك كانت بتحب ابن خلدون اكتر مني. ابن خلدون؟ ايوه. ولما زعلت معاه مشيت مع ابن سينا. يا نهار اسود. وده ينفع؟ ده اللي حصل. ده اللي حصل. هي كانت رومانسيه ما اقدرش انكر، بس عيبها انها كانت صامته ما بتعرفش تعبر. انا ما سكتش، حاولت معاها
حاولت احلحها بالاغاني. هو ده كنت بتكلمها باغاني عبد الحليم؟ لا، باغاني احمد عدويه. قلت لها صح تضحي بابوه، ادي الواد لابوه، ما صدقت.